كرئيس لهذه الجمعية جمعية تنمية الفضاءات العمومية بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي، أعتبر هذه الفضاءات فضاءات الكرامة، كرامة المستفيدين من الباعة الجائلين، كرامة المواطنين اللي تحررت الأزقة ديالهم، وكرامة الإنسان اللي سيدنا الله ينصره يرمي إلى توفيرها لجميع المغاربة. بالطبع هذه الفضاءات التجارية للقرب التي أنجزت بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي والتي الآن كتضم تقريبا 1400 ديال المستفيدين في مجموعة من الفضاءات، سواء الفضاءات التجارية اللي فيها جميع المواد الغذائية والألبسة وغيرها، أو فضاءات ماكلاتي اللي هي خاصة بالمأكولات الخفيفة، كلها وفرت وحصنت هؤلاء المستفيدين، بحيث وفرت لهم فضاءات، وفرت لهم ديستوند يعني أروقة للتجارة فيها، وحررت الأزقة من الضجيج ومن بالطبع بحيث الأزقة ديالنا أصبحت نقطة سوداء على الصعيد الوطني، ولكن بعد تحرير هذه عملية مقاطعة سيدي البرنوسي أصبحت فضاءات للكرامة. بالنسبة لهذه الفضاءات التجارية اللي قلت كتضم تقريبا 1400 واللي مازال مستمرين فيها، لولا أننا يعني حصلنا على نتائج باهرة، وذلك لأن الشركاء ديالنا سواء المستفيدين أو السلطة المحلية مشكورة في شخصية العامل وشخص كذلك السادة المسؤولين من القياد ورؤساء الدوائر ومقدمين وشيوخ وغيرهم، فهاد الناس هادو بما أنه تعاوننا جميع فالحمد لله استطعنا أن ننجح في هذه العملية، ولو بنسبة يعني ما نقولوش أنه بنسبة 100%، ولكن على الأقل بنسبة 90%، وهذا يعتبر نجاحا لنا ونعتز بذلك. بالنسبة للتجار يعني هاد الباعة الجائلين، هذا نموذج كما قلت يمكننا نفتخر به، وممكن أن ينخرط فيه جميع الباعة الجائلين. إنما الآن واحد الظاهرة أخرى بنت، بعد ما كانت كرارس، بعد ما كانت باعة قارين في الأزقة وكيعرقلوا السير ديال العربات، الآن أصبحت هناك عربات بليسونس كما كيقولوا، وهي عبارة عن موتورات، عن دوك المواتر الثلاثي العجلات، ولات فيهم الباعة الجائلين اللي عندهم هذه الموتورات وكيحملوا الخضار وغيرها. هذه عاوتاني نموذج آخر دابا تطوروا من البهيم إلى الموتور، ولكن مع ذلك هاد الناس هادو كيعرقلوا السير، كيخص السلطات المحلية هي اللي تأخذ حقهم إجراء. أنا ما لا أخفي عليك أنني هذا الأسبوع هذا لاحظت أن واحد السيد واحد ريبورتر هز تقريبا ما يقارب 30 ديال البشر وغادي فوق السكة ديال الترامواي، يعني كيغامروا بنفسهم لا هو ولا هما. للأسف الشديد هاد الناس هادو حتى هما راهم كيعرقلوا السير، في حالة إذا كانوا واقفين في واحد المكان مسموح به ما كاين باس، ولكن هما كيوقفوا في دوزيام وتروازيام بوزيسيون كيعرقلوا السير أكثر من ما كانت عليه العربات المجرورة بالبهائم. الحل ديالهم هو أنهم ينخرطوا في مثل هذه الفضاءات التجارية للقرب، لأن هذه الفضاءات حنا رأينا فيها القرب ديالها من المواطنين ومن الزبناء، ورأينا فيها القرب من الأماكن التي كانوا يستغلونها، ولهذا ما بعدناش على المكان اللي كان فيه وما بعدناش على الزبناء، إذا وفرنا له كل شيء بما فيها بالطبع الأمن والنظافة وغير ذلك، هذا الشيء كل شيء وفرنا له، والكهرباء وكيشتغل في ظروف جد حسنة، وفرنا له هذه المسائل هذه، والكليان ديالو بقوا هما ولكن الآن في ظروف جيدة. هذاك الشيء اللي أعتقد أن هذه الوسيلة اللي يمكننا نهيكلوا بها الباعة الجائلين. في الحديث عن الفضاءات التجارية للقرب بعملة مقاطعة سيدي البرنوسي، أود أن أقدم المفاتيح السبعة لنجاح هذه الفضاءات. المفاتيح السبعة، عندما نتكلم عن المفاتيح السبعة
هي في الحقيقة الأسرار السبعة لنجاح تجربة الفضاءات التجاري للقرب بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي. أول مفتاح سوف نتكلم عنه هو المقاربة والدراسة الشمولية التي تمت لهذه الفضاءات. الفضاءات انطلق، أول فضاء انطلق في 2015، الدراسة انطلقت في 2013، وبالتالي تمت ملامسة جميع الجوانب الخاصة بإنشاء هذه الفضاءات التجارية للقرب، الصغيرة منها والكبيرة، فضاءات تجارية وفضاءات ماكلتي. المفتاح الثاني الذي سوف أتحدث عنه وهو مفتاح مهم وجوهري، وهو الانخراط الفعلي للسلطات المحلية في إنجاح هذه الفضاءات. عندما أقول الانخراط الفعلي فهو الانخراط اليومي، وهنا لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه السلطات المحلية على مستوى العمالة، وكذلك بخصوص يعني التدبير وكذلك المتابعة اليومية للسيد العامل اللي كيسهر شخصيا على تتبع هذه الفضاءات وكيسهر على نجاح هذه الفضاءات، وهذا سر كذلك من أسرار نجاح هذه الفضاءات. النقطة الثالثة التي سوف أتحدث عنها وهي دينامية المجتمع المدني وخطاب واللغة الواحدة، عندما هنا أخص بالذكر الدور الكبير الذي لعبته جمعية تنمية الفضاءات العمومية في تدبير هذه الفضاءات. الآن أصبحت لدينا لغة واحدة، سلطات محلية، مجتمع مدني من أجل تأهيل الباعة الجائلين، وقدمنا هذا النموذج على المستوى المحلي، الآن أصبح نموذجا يحتذى به ويقتدى به على المستوى الوطني كذلك. المفتاح الرابع هو انخراط تجار القرب، لأن ما يمكنناش يعني نجحوا حنا بوحدنا إلى ما المستفيدين كذلك انخرطوا معنا في هذه التجربة. اللي في أماكن أخرى كاينة مشاكل في انخراط التجار، الحمد لله على المستوى المحلي هناك انخراط لتجار القرب في هذه التجربة، وأعطيكم بعض الإحصائيات. الآن أصبحنا في أكثر من 12 فضاء، 3 فضاءات مقبلين على الافتتاح ديالها مستقبلا، هناك كذلك أكثر من 1400 مستفيد، هذه كلها مؤشرات تدل على نجاح هذه التجربة. المفتاح الخامس، هناك خلية للتتبع والمواكبة تجتمع باستمرار بحضور السلطات المحلية والجمعية والشركة المدبرة من أجل تتبع الشادة والفادة ديال الفضاءات لكي نراهن على استمرارية هذه الفضاءات مستقبلا، لأن المشكل ليس في إنشاء مشاريع، ولكن الإشكال الكبير هو في خلق استمرارية ودوام لهذه المشاعر، وهنا الحمد لله هذا كذلك مفتاح من مفاتيح النجاح لهذه الفضاءات. المفتاح الآخر اللي هو المفتاح السادس هو الحكامة في التدبير. بطبيعة الحال لا يمكن لمشروع ما أن ينجح إذا لم تكن هناك حكامة، والحمد لله الجمعية بتوجيهات من السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد العامل تقوم بمجهودات جبارة من أجل أولا الاستمرارية هذه المشاريع وتتبعها. الآن في الظرف السنتين الأخيرتين راه الآن تقريبا يعني تم يعني إنشاء فضاءات أخرى، وإحنا مقبلين على فضاءات جديدة، يعني أن التجربة مستمرة من 2015 انطلاقة الآن في 2020 ومقبلين على افتتاح 3 فضاءات أخرى، هذا سير نجاح آخر من نجاحات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكذلك مفتاح اللي كنعتبره جوهري هو المفتاح الأخير هو المجالية. أي فضاء من الفضاءات التي تتواجد بتراب العمالة تمت دراسة مكانه دراسة مستفيضة، نراعي فيها التواجد من قرب السكان، ولهذا سميناها فضاءات للقرب، نراعي فيها التواجد من القرب من الأماكن العشوائية السابقة، بحيث أن ذلك التاجر اللي كان في السابق بائع جائل ما يبقاش يقول لي لا بعتيني على يعني الزبناء ديالي، حطيناهم في أماكن قريبة منهم باش يستطيعوا أنهم يحافظوا على ديك الشريحة ديال الزبناء. جميع الأماكن دوك اللي سميناهم حنا لي بيفيا لي بلاس دو فونت أناغشيك درنا في قرب من القرب منها فضاءات تجاري للقرب وفضاءات ماكلتي. الهدف من مفاتيح النجاح هاته هو خلق الاستمرارية. الحمد لله الفضاءات التجارية للقرب بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي لي بي سي بي
لماكلتي ضمنت استمرارية، لأنه الآن مقبلين افتتاح ثلاث فضاءات، وبالتالي الآن الأوان لكي يتم تقييم هذه التجربة تقييما حقيقيا، لأنه ست سنوات سنكون السنة المقبلة إن شاء الله على أبعد تقدير نهاية هذه السنة سنكون مع افتتاح آخر فضاء، وبالتالي سنكون مع فرصة ذهبية لتقييم هذه التجربة لكي نضمن، لأن المهم كما قلت هو استمرارية هذه الفضاءات. وبهذه المناسبة ننوه بأطر الجمعية وكذلك بالسلطات المحلية وعلى رأسها السيد العامل المحترم الذي دائما عندما نطرق بابه نجده سندا وعضدا لنا في استمرارية هذه المشاريع.